أسعدتم صباحا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج موضوع اليوم. بعد أن استبشر الفلاحون خيرا بالتساقطات المطرية الخريفية والتي تزامنت مع بداية الموسم الفلاحي، تسود آمال حذرة ومخاوف من انحسار الأمطار، لا سيما مع الارتفاع اللافت في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، والذي يعزى حسب الخبراء إلى ظاهرة النينيو. فما مدى تأثير هذه الظاهرة المناخية على التساقطات في منطقتنا؟ وما هي التوقعات الاقتصادية بخصوص الموسم الفلاحي الحالي؟ متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا كل من الأستاذ محمد بن عبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك. دوام الأخرى. رحب بي دكتور عبد العزيز الرماني المحلل الاقتصادي. أهلا بك دكتور. مرحبا وبكل مشاهدينا. والترحيب موصول أيضا بالأستاذ زين العابدين الحسيني الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية. أهلا بك. مرحبا. البداية ستكون معك دكتور عبد العزيز الرماني. نحن على مشارف منتصف شهر نوفمبر، هل لاحت تباشير شتاء نتمناه مطيرا، أم أن لا من حيث المقاييس ولا من حيث الوتيرة ولا أيضا التوزيع، أم أن ما وقع إلى حدود الساعة والتساقطات المطرية زرعت المخاوف بخصوص الموسم الفلاحي 2023-2024؟ صراحة أستاذ إيمان، إحنا كنعيشوا تقريبا السنة الرابعة من الوطأة ديال الجفاف، ولكن هاد السنة كانت هذيك التساقطات الأولية أعطت واحد المؤشر خير، لأنه إلى قارناها خفت شوية العجز نسبيا إلى قارناها بالموسم السابق، ولكن ماشي بمواسم عادية، مواسم عادية فالعجز واضح وكبير. لكن عوض من تكلموا فقط على التأخر اللي كنلاحظوه حاليا في التساقطات، فاحنا كنقولوا أن كل التخوفات اللي تكلمت عليها الأستاذة إيمان هي مبررة. مبررة لأننا عرفنا الصيف حار جدا وغير مسبوق في الحرارة ديالو منذ عشرات السنين، إن لم أقل ما يقرب من قرن تقريبا، يعني وكان هو الأكبر من حيث الحرارة، ماشي على مستوانا فقط، على مستوى الكثير من الأقاليم الدولية الدول الإقليمية اللي موجودة لا في جنابنا ولا في أوروبا. على أي حال بالنسبة لهذا التأخر كما كنقول وسط هذه الأجواء، وإحنا عاد دابا عاد لبست انا الفاست ديالي لاننا مازلنا في هذا نوفمبر في الوسط ديالو، مازلنا كنشعروا بالسخونه ديال الجو موجوده. فاذا للفلاح ما يبرر تخوفاته، له ما يبرر تخوفاته لان الارض كتزاد ملوحه اكثر، له ما يبرر تخوفاته لان الان هذا هو الموسم اللي كيبدا يقلب فيه الارض وكيبدا يحرث وكيبدا وكيتسنى الشتاء تزود عليه بالامطار، كيشوف ان وصل لواحد بالنسبه للامطار البكريه او الاراضي البوريه حتى هي انها ما عندهاش ملجا الا هذه الامطار. عندنا نقص وعجز عبرت عليه الحكومه، لا وزير الفلاحه ولا وزير التجهيز في السدود، في الحقينه ديال السدود، خاصه في بعض المناطق، كنقصد تادلا، كنقصد الحوز، كنقصد مازال الغرب شويه كاين، لكن باش نتسناو المشاريع اللي جايه مازال عندنا واحد الوقت باش تكون واحد التكامل بالنسبه للمشاريع الكبرى اللي مازلنا غنتكلموا عليها اكيد في هذه الجوله في هذا الحوار. اذا في هذا الارجاء اش كيدير الفلاح؟ اولا الدوله كتعاونه بتخفيف هذا الشيء ديالو، يعني كتقول له الزريعه موجوده مثلا ديال العد خاصه. سنعود ربما لاحقا دكتور الرماني، سنعود للتفصيل الدوله، سنعود طبعا للتفصيل، سنعود للتفصيل في مجموع التدابير المتخذة، خاصة كما قلتم بأن الأمر يتعلق برابع خامس وربما سادس سنة على التوالي
نتوقع أن أو نتمنى أن لا تكون السنة كسابقاتها، شحت الأمطار طيلة السنوات الماضية. نواصل تشخيص الوضع، وأتحول إلى ضيفي الأستاذ محمد بن عبو من أجل التفصيل في الجانب المناخي. قلنا بأن كان هناك ارتفاع لافت في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، كان هناك حديث عن ظاهرة النينيو التي يتوقع أن تستمر إلى غاية شهر أبريل المقبل على مستوى المنطقة برمتها. كيف يمكن تقريب هذا المعطى من عموم المشاهدات والمشاهدين وربطه بالتساقطات المطرية وبشتاء نتمناه مطيرا؟ أستاذ بن عبو. بالطبع الدكتورة إيمان، نتكلم اليوم عن ظاهرة النينيو التي تقع في مناطق بعيدة عن شمال إفريقيا، ويكون تأثيرها مباشر أو غير مباشر على مجموعة من الدول من الدول ديال شمال إفريقيا، وبالتحديد المملكة المغربية. اليوم كنعيشوا على إيقاع يعني فصل خريف تارة ممطر بحال اللي شفناه في شهر أكتوبر، الأسابيع الأولى ديال شهر أكتوبر، وتارة دافئ، وهذه الميزات ديال الفصل الخريف، لأن شفنا يعني كانت هناك مرات بعض الايام بعض الاسابيع اللي هي سجلنا ارقام ديال درجه الحراره اللي اقل من المتوسط او اقل من المعتاد، خصوصا في الليل في اعالي الجبال سلسله اطلس او سلسله جبال الريف. كنتكلموا اليوم على يعني مرحله عفوا مرحله استقرار، لان اليوم كنتكلموا على بعد يعني مرحله ديال الامطار والتساقط المطري اللي همت معظم مناطق المملكه وبشكل كثيف وغزير المنطقه الشماليه الغربيه، اللي اوقفت على الاقل هذاك النزيف ديال العد التنازلي ديال الحقل ديال السدود، لان كنا وصلنا واحد الارقام اللي هي استثنائيه، اقل من 25% اللي تسجلت على المستوى الوطني، اقل من 4 مليار متر مكعب هي اللي كتواجد اليوم على مستوى الاحواض المائيه للمملكه المغربيه. اليوم هذه الامطار اللي تاخذت في شهر اكتوبر كانت واحد شاره يعني امل للفلاحين والجميع المشتغلين في هذا القطاع، اللي اليوم بالرغم من تاخر الامطار، يعني اخر تساقط مطريه عرفتها المملكه كانت في اواخر شهر اكتوبر بدايه ديال شهر نوفمبر، بعد ديك يعني المخلفات ديال العاصفه اللي شملت الدول ديال غرب اوروبا، كذلك بعض الامطار على الواجهه الاطلسيه. هذه الفتره ديال الاستقرار كنعتبروها فتره الفلاحين، ان معظم ديال الفلاحين كانوا مترددين في يعني البدايه ديال الموسم الفلاحي بشكل جيد، على العكس من ذلك هذه الفتره ديال الاستقرار المناخي عطات فرصه للفلاحين انهم يهيئوا رؤوسهم بعد التحفيزات اللي عطاتها الدوله بشخص وزاره الفلاحه من اجل ان تكون بدايه ديال الموسم بدايه جيده. وكما كيتنبأ يعني الخبراء ديال المناخ، اليوم كنتكلموا على شهر اكتوبر اللي تم تسجيله كاسخن شهر اكتوبر على الاطلاق منذ ما يفوق 125 سنه، هذا التقرير الاخير اللي صدرته الهيئه ديال كوبرنيكوس. بالطبع فصل الخريف غادي يكون بين اثقل الفصول ديال الخريف على الاطلاق، وما يتنبأ به بالنسبه لفصل الشتاء غيكون هو يعني زايد شيئا ما بروده عن الفصول ديال الشتاء الماضيه. هذه من يعني من الاثار الجانبيه او المباشره ديال ظاهره النينيو. اذا فصل الخريف سيكون ساخنا، ونتوقع ان يكون فصل الشتاء طبعا ابتداء من الاسبوع الثالث من شهر دجنبر سيكون اكثر بروده من الفصول السابقه. هذا من المتوقع، يعني ظاهره النينيو سوف تزيد كما زادت من درجه حراره الصيف، وكانت ارقام قياسيه ممكن متوقع جدا ان تكون درجات الحراره البروده اكثر بروده. نتمنى ان يكون وقعها يعني دافئا ورطبا بمنخفضه الرطبه اللي ممكن تعمل المملكه، ويكون الوقع ديالها ايجابي على الفرشه المائيه على الحقل ولا على الفلاحه بصفه عامه. نتواصل دائما في التشخيص مع الأستاذ زين العابدين الحسيني من أجل أن يدلي طبعا بدلوه في هذا الجزء الأول أو هذه الأفكار المتعلقة بتشخيص الوضع، ربط طبعا انطلاق الموسم الفلاحي وما شاهدناه من تساقطات مطرية في الأسابيع الأولى من أكتوبر، بعد ذلك قلت هذه التساقطات، ارتفعت درجة الحرارة، علما أننا نعيش ربما بالنسبة للقطاع الزراعي مرحلة مهمة جدا وحساسة، هي مرحلة تحضير الأرض للزراعة. هو بالفعل يجب أن نسجل بداية إلى أن موسم الحرث كما تعرف عليها العاملون في قطاع الفلاحة يشرف على الانتهاء، لأنه في بلادنا موسم الحرث يبدأ مع بداية أكتوبر
وينتهي مع نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، أو ما يعرف في الثقافة البدوية القروية عندنا بالحرث البكري. وبالتالي هذه مرحلة مهمة جدا وتشكل إرهاصا لما يستقبل من الأيام، يعني من الظروف التي ستهيمن على الموسم الفلاحي. ونلاحظ على أنه هذه الفترة انتهت ولازالت الوضعية المناخية هي نفسها التي عايشناها في السنة الماضية، لم تكن أكثر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه حتى الأمطار التي عرفها شهر أكتوبر الساخن عمليا هي أمطار غير عادية، جاءت مصاحبة لعاصفة شهدتها دول أوروبا الجنوبية، وكانت في حد ذاتها غير عادية وغير طبيعية، لا في توقيتها ولا في سرعة الرياح ولا في نسبة التساقطات. ولاحظنا على أن هناك كان غبار، كانت أمطار يعني شوهت كثير من المباني خصوصا في مدن الشمال إلى غير ذلك. فنحن الآن أصبحنا بشكل رسمي بعد انصرام 10 سنوات، لأنه هذه لا أقول تغيرات إنما الاختلالات بدأت مع سنة 2013، الآن لم تعد يعني شيئا استثنائيا وإنما استحكمت وأصبحت اختلالات رسميا، بحيث أنه على امتداد 4 أو 5 سنوات الأخيرة نشاهد نفس الظواهر التي تستدعي منا بطبيعة الحال أن نغير الطريقة التي ننظر بها، الطريقة التي نقوم من خلالها بالتشخيص، وكذلك ردود الأفعال التي يمكن أن تكون ضرورية لمواجهة مثل هذه الإشكالية التي أصبحنا نعيش معها وملزمين يعني مدعوين للتعايش معها بالشكل الذي يجنبنا أو يقينا يعني الآثار السلبية لتأخر التساقطات وعدم انتظامها التي نعيشها حاليا. طيب سأواصل مع الدكتور عبد العزيز الرماني بعد طبعا أن قمنا ربما بتشخيص الوضع رفقتكم ضيوفي الكرام. نتحدث عن القطاع الفلاحي وكيف أن هذا القطاع المهم والمهم جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني هو دوما مرهون ويبقى مرهونا بالتساقطات المطرية هناك، وعي هناك، ربما إطلاق عدد من المشاريع التي تروم ربما أن التخلص من وقع هذه المسألة ومن هذا الارتهان، عدة تدابير سنأتي على ذكرها لاحقا. القطاع الفلاحي يحظى باهتمام خاص من قبل ملك البلاد، وفي ماي من العام الماضي كان هناك استقبال لوزير الفلاحة الوزير المكلف بالقطاع، سأله ملك البلاد عن أحوال الفلاحين، عن أحوال القطاع الفلاحي، وتم إطلاق مخطط حمل عددا من التدابير والإجراءات الرامية إلى مساعدة وإلى مد يد العون خاصة للفلاحين الصغار من حيث توفير عوامل الإنتاج، البذور والأسمدة، تنمية سلاسل الإنتاج، إدارة مياه الري، التأمين الفلاحي، التمويل ومواكبة الفلاحين. دكتور عبد العزيز الرماني، إلى أي حد يتعلق الأمر باستراتيجية وبخطة ومخطط متكامل حتى فعلا نتفادى في كل مرحلة أو في كل فترة سنويا الجميع يحبس الأنفاس وينتظر أن تجود السماء بما يكفي حتى يكون الموسم الفلاحي موسما جيدا؟ الأمن المائي دائما هو أولوية الأولويات عن جانب الملك. نحسوا بهذا الجانب، العناية الموجهة لهذا الجانب. نشوفوا عدد الاجتماعات اللي دازوا، داز الاجتماع الأول والثاني اللي كيخص الماء، وداز الاستقبال اللي تكلمت عليه ديال رئيس الحكومة ووزير الفلاحة. الملك كان واضح في الكلام دياله بأنه كل السبل يجب أن نستحضرها من أجل أولا
ترشيد الماء، هذا شيء طبيعي والحفاظ عليه. ثانيا تمكين الفلاح من فلاحة أرضه بالطرق المتاحة حاليا والمتطورة والمبتكرة في ما كانت في العالم، كما وجه جلالة الملك تكون حاضرة باش يكون الري، باش تحترم الكسيبة، باش تحترم المنتوج الزراعي، باش تحفظ الغطاء النباتي وغير ذلك. هذا شيء كله كاين مستحضر الآن، ولذلك هناك عكس تبدل معنى المشروع اللي كان يمكن يتوجد الورش، ما كنقولش فقط المشروع بسيط، لا ورش كبير ضخم ملكي اللي كان يتوجد في 12 شهر، بداو كيسرعوا يعني الجهات التنفيذية باش يتوجد في 8 شهور مثلا أو في 7 شهور كما حصل بالنسبة لهذوك الطرق السيارة للماء. ولكن هناك توجه أقوى، لأننا الآن كما بديتي الحديث ديالك أستاذة كنقول باللي راه المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال أمس، يعني ماشي رهينة فقط، لا ماشي رهينة للمياه بالطريقة اللي كان عليها بالأمس، تم هناك تطوير كبير لأن أسلوب التنقيط اللي كاين اليوم ما كانش هذه، ولذلك الأراضي البورية والزراعة البقلية كانت هي كل شيء، والسقوية كانت هي الجوف. الآن أصبحت طيح في واحد الفخ أخر اللي هو حتى ولو طورتي يعني الزراعة السقوية ديالك راه المياه الجوفية متأثرة، راه مياه السدود في عز، راه مياه يعني راه يعني التطورات عفوا التغيرات المناخية أثرت على كل شيء، معنى خاصك تبذل جهد اكبر. فين غيمشي هذا الجهد؟ خاصو يمشي نحو الابتكار، لا في المغرب من حيث البحث العلمي ولا فين كاين في مكان في العالم كما قال لهم جلاله الملك، يتم تطويره لفائده الفلاح المغربي باش تقدم وتطور الفلاحه المغربيه، ماشي تبقى كما قلنا الان راهينا للتساقطات المطريه. فاذا كان التخصيب مثلا ديال الامطار او لا تلقيحه او لا تطوير الاسلوب التنقيطي اللي الان تطور بزاف بزاف، ما بقيش بالاسلوب التقليدي مثلا اللي كنخدموا به، او لا الحفاظ على المياه او لا تجميع المياه. راه شفنا الهند الان حتى دوك لي بانو هذوك ديال الاشهار كتجمع منه الماء وتدي شحال ما جاب الله مزيان. اذا واخا الهند راه عامره كما كنقولوا بالماء، ولكن دائما يجب استحضار بعض يعني التطوير بعض الاليات اللي تمكنك باش تكون حاضر. ففوق هادشي كله من طبيعه الحال لابد من التوجه نحو كما قلت هذا الجانب، هذا باش نغذيه توجه نحو البحث العلمي الخاص بالتربه، توجه نحو البحث العلمي الخاص بالزراعات البديله، توجه نحو البحث العلمي الخاص بالزراعات المكيفه من اجل التربه مثلا اللي كتكون مالحه لان الان ما كتنزلش الشتاء كتكون التربه مالحه، او الفلاحه اللي كتكون صامده قدام التغيرات والتقلبات والجفاف وغير ذلك. هذا توجه خصو يختاره المغرب. نعم ما كنقولش فقط خصو يختاروا، راه كاين الطريق، ولكن الا كنا غاديين بواحد النسبه بسيطه مثلا في السرعه خصنا نضاعفوها الان كما تمكنا من طبيعه الحال في طرق السياره، سرعنا بسرعه تحليه المياه غاديين بسرعه، حتى هذا الجانب في البحث العلمي خصنا نستحضره. تفضلي على اللام. طيب سأواصل مع الاستاذ بن عبو. استاذ بن عبو اتوقف معكم عند الاستمطار الصناعي، يعني عطفا على ما تفضل به الدكتور عبد العزيز الرماني، يجب ربما محاولة التكيف مع هذا الواقع، يجب أن يكون أو أن تكون هناك مبادرة وتدابير ومجهودات وتفرد ربما وابتكار من أجل الخروج من هذه الوضعية. الاستمطار الصناعي في العام 2021 انطلقت خطة الاستمطار الصناعي والتي تعرف باسم غيت، بمعنى تلقيح السحب، وأريد منك أن تبسط ربما حتى هذا التصور، هذا الكونسبت الاستمطار الصناعي. أين وصل المغرب في خطته؟ هل ثمارها تكون واضحة وجلية وتمكن من إنقاذ المواسم الفلاحية ومن الرفع من كمية التساقطات المطرية، وبالتالي هي عملية مهمة ومهمة جدا، يجب أن نطورها بشكل أكبر وتتماشى مع مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة؟ بالطبع ملي كنتكلموا على الاستمطار الصناعي فهو واحد التقنيه اللي اشتغل عليها المغرب منذ 1984، يعني منذ يعني العهد ديال المرحوم حسن الثاني كان هناك اطلاق هذا البرنامج ديال الغيث بالتنسيق مع الهيئه للصيد الامريكيه.
كما كيعلم الجميع ان الامريكيون والكنديون كانوا مسبقين على المستوى العالمي الاشتغال على التقنيه اللي هي صديقه للبيئه منذ 1948. المغرب يعني منذ سنوات الاخيره يعني السنوات اللي اتسمت بالجفاف والندره ديال الماء والايجاد المائي فعل المساله هذه ديال الاستنقاع الصناعي اللي هي تقنيه يعني تقنيه يعني علميه يعني هي كنطلبوا التنسيق ما بين القوات المسلحه الملكيه الجويه ما بين قوات الدرك الملكي والخبراء ديال الاثار الجويه من اجل اختيار التوقيت المناسب اختيار السحب المناسبه من اجل التلقيح والمكان المناسب كذلك. سابقا كنا نتكلم عن ثلاث محطات ارضيه هي المحطه ديال الحاجب ازيلا الزملال وبالطبع كنستعنوا بالطائرات الجويه من اجل تلقيح الجوي هذه السحب التي يتم اختيارها يعني بدقه باستعمال يعني مكونات كيميائيه يدار الفضه او الصوديوم اللي هي مواد كيميائيه صديقه للبيئه. بالطبع كنتكلموا على التقنيه ديال الاستنقاع الصناعي المغرب لله الحمد حقق ارقام جد مهمه على المستوى الوطني واستطاع انه يسوق هذه التجربه وهذه الخبره لمجموعه من الدول الافريقيه الصديقه منهم بوركينا فاسو موريتانيا السنغال وهذا كيبين يعني القوه ديال التقنيه وكيفاش ان المغرب استطاع انه ينجح فيها ويسوقها لمجموعه ديال الدول الصديقه على مستوى القاره الافريقيه. يعني بجيدة ان المغرب الهم ديالو على مستوى الفلاحه ماشي غير هم وطني بالعكس من ذلك هو هم افريقي كذلك كما سبق ذكرنا في مجموعه الحلقات ان جلاله الملك نصره الله خلال قمه المناخ لاكوب 22 كنطلق مبادره ديال الفلاحه المستدامه على مستوى القاره الافريقيه تخوازا. هذه المبادره هذه اللي منها كنستمدوا هذه التقنيات وهذه الخبرات المتراكمه لا من البرنامج المختص المغرب الاخضر او هذا البرنامج ديال الجيل الاخضر اللي كنتقاسموها مع مجموعه من الدول. بالتالي هذه المساله هذه كتخلي ان المغرب اليوم وسع الرقعه ديال الاستعمال ديال هذه التقنيه ديال الاستنقاع الصناعي. ما بقيناش محصورين على مستوى ديال الجهات ديال الازمه الملال او الحاجب. اليوم اختارينا 12 موقع اخر على مستوى السير الجهات بميزانيه جد مهمه وهذا كيبين يعني الفعاليه ديال هذه التقنيه هذه والاثار ديالها. بالطبع ملي كنتكلموا بالارقام او بالنجاح ديال التقنيه يعني الانطاق ديالها كيكون مباشر على الكميه المنتظره ديال الامطار اللي كنزيدوا ما بين 15-17% من الكميه المنتظره من الامطار. بالطبع التقنيه كتطلب ان يكون هناك سحب في السماء العليا يعني ما كنتكلموش على استمطار فتره ديال الجفاف وهي سحب يعني سماء صافيه على عكس من ذلك لازم تكون هناك سحب اللي هي قابله للتلقيح الصناعي هذوك التقنيه ديال الاستمطار. وكذلك كنتكلموا على التوقيت المناسب يعني المغرب كيختار التوقيت المناسب يعني من شهر اكتوبر نوفمبر الى حدود شهر ابريل كنزيدوا من يعني من الكميه او من الانتاج المنتظر من في المجال الفلاحي كنتكلموا على 3.5 حتى 4% من المنتوج الفلاحي اللي كيزاد على مستوى الكم. بالطبع التجارب ديال مجموعه من الجمعيات المجتمع المدني على المستوى الدولي المتخصصه في الشان المائي بينت ان هذه التقنيه ديال الاستمطار الصناعي تقنيه حميده وصديقه للبيئه ما كتاثرش على مستوى في نفس الوقت هل أفهم من كلامكم دكتور بن عبو بأنه يجب أن تكون كما قلتم الظروف مهيئة بمعنى يجب أن تكون الأجواء أجواء مطر أو يعني هناك سحب قد تعطينا كميات معينة فبفضل التلقيح والاستمطار الصناعي نتمكن من مضاعفة هذه الكميات بمعنى أنها يعني تقنية لديها يعني هي محدودة هي يعني لا يمكن أن تكون حلا نهائيا هي جزء من التدابير المكملة والتكميلية عندما يكون المناخ مواتيا. صحيح أن المغرب اليوم يشتغل على جميع الآلية كما ذكر يعني الدكتور رمان يعني اليوم المغرب في الاستراتيجية ديالو ديال التعامل مع توفير الموارد المائية من أجل تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي نستعمل جميع الآليات كأفق استراتيجي تبقى التقنية ديال الاستمطار الصناعي من بين هذه الآليات الاستراتيجية من أجل توفير يعني كميات مائية إضافية. بالطبع كما كنقول أن هذه السحب الدافئة اللي كيتم الاختيار ديالها كتكون في السماء العليا كتكون قابلة للتلقيح وهذا يعني الاشتغال والاختصاص ديال يعني أهل المناخ ديال المدير العام للأثار الجوية كما قلت لازم يكون هناك تنسيق تام ما بين هذه الثلاث قطاعات الحيوية في المغرب تسلم على المديرية العامة للأرض الجوية والقوات ديال الدرك الملكي كخبراء في المجال وكذلك القوات المسلحة الملكية الجوية اللي كي يقوموا بطلعات جوية بطيارات خاصة لأن كاين طيارات خاصة اللي كتستعمل لهذا المجال ديال الاستمطار الصناعي. بالطبع ما كنعتمدوش غير المجال الجوي لكن كنستعملوا حتى المجال الأرضي عبر يعني نشر مجموعة من القذافات الجوية اللي كتكون محملة مجموعة من المواد الكيميائية.
واضح. سأواصل النقاش وأتحول مجددا إلى ضيفي دكتور الحسيني. نتحدث عن انخفاض حجم المياه في السدود في المملكة بحوالي 25.4 ما يعادل 4,094,000,000 متر مكعب، مع وجود تفاوتات طبعا حسب السدود والمناطق. مسألة بناء السدود، طبعا الملك الراحل المغفور له بإذن الله الحسن الثاني هو من كان لديه اهتمام خاص بهذا الموضوع وأشرف على بناء السدود، واعتمد المغرب طبعا على السدود بشكل كبير من أجل اعتماد هذه المياه في الري وبالنسبة للقطاع الفلاحي. اليوم في ظل تراجع التساقطات المطرية وشح السماء، حتى أن حقينة السدود ما فتئت تتراجع، كيف تنظرون إلى هذا المعطى ومسألة تكييف الزراعات حتى لا تستهلك ربما كميات كبيرة من المياه؟ قد يتم الاستغناء عن زرع بعض المنتجات وتعويضها بمنتجات أخرى، كيف تنظرون إلى هذا المعطى؟ أولا ينبغي التذكير على أنه الحقين العامة للسدود في بلادنا لا تتجاوز اليوم 24.6، بمعنى أقل من الربع، وهذا شيء يسجل ربما غير مسبوق، وله ما له وعليه ما عليه. والسدود تماما مثل قضية الاستمطار، يعني التلقيح الصناعي للسحب الذي يرتبط بوجود السحب أصلا، فالسدود وجودها لا يعني شيئا في غياب الأمطار. ونحن نعيش هذه الأيام الكثير من السدود التي حقينتها يعني تقريبا فارغة، على سبيل المثال سد المسيرة، وهو السد الثاني في المغرب، حقينته لا تتجاوز 1.6%، بمعنى أنه فارغ عمليا، وصلنا إلى مستوى الأوحال. قضية السدود هي مهمة جدا للحفاظ على المياه التي تسقط في الظروف المناخية الحالية، يعني ما يسمى بالظواهر القصوى، لأنه يعني نلاحظ على أن هناك تأتي أمطار كثيرة دفعة واحدة تذهب كلها إلى البحر. فإذا كانت بنية السدود كافية ومناسبة بحسب يعني الأحواض وبحسب المناطق، فإننا سنربح الكثير من خلال تخزين هذه المياه. فالمسألة ترتبط مرة أخرى بالتغيرات المناخية، وترتبط مرة أخرى بسياسة تكاملية مرتبطة بعدة قطاعات. ينبغي أولا أن نؤكد على أنه السياسة الميزانيات هي لمواجهة أزمة الجفاف وأزمة التساقطات يعني المائية. نقول هذا ونحن الآن البرلمان في المراحل الأخيرة مناقشة الميزانية المالية لسنة 2024، وهذه المناقشة تتم في ظل التوجيهات السامية في الافتتاح الدورة الخريفية في السنة المالية في السنة التشريعية الحالية، والتي كانت واضحة في ضرورة تكييف السياسات العمومية مع هذه المعضلة التي ينبغي أن يكون الجميع واعيا بها، ليست الحكومة وحدها أو مؤسسة يعني المائية، وإنما الجميع بدون استثناء، لأنه حاليا نحن لازلنا نعيش مرحلة سياسات يعني تعبئة الموارد، وسياسات التي ترتكز أساسا على الإنتاج. آن الأوان لكي نتحول إلى سياسة تدبير الندرة وترشيد استعمال ما هو موجود. وعندما أقول هذا الكلام أريد أن أشير هنا إلى نسبة الهدر المرتفعة، إلى جانب ما أشرت إليه من حيث أنه الكثير من المياه من الأمطار تذهب إلى البحر ولا نستفيد منها. هناك الكثير من الهدر، سواء على مستوى ماء السقي، طريقة السقي، بالرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة والسلطات العمومية على مستوى المخططات الفلاحية والمائية الكبرى، من حيث اعتماد سياسة التنقيط واعتماد سياسات يعني معقلنة راشدة في مجال تدبير هذه الموارد المائية التي تقل كل يوم، ناهيك عن الاستهلاك والتبذير الذي يتم على مستوى المراكز الحضرية. ولذلك الآن من البدائل الأساسية التي نعول عليها وتعتمد عليها السياسة المائية في المغرب بتوجيه من جلالة الملك، وهذه مسألة
يحض عليها كثيرا صاحب الجلالة، وهي مسألة إعادة استعمال الماء وإعادة التدوير أو استعمال المياه العادمة، لأنه عندنا كثير من الحاجيات التي لا تتطلب ماء بجودة الماء الشرب، كسقي المناطق الخضراء، كبعض الأنشطة الصناعية الأخرى، وبالتالي فمعالجة المياه العادمة أصبحت الآن من الأوراش الكبرى التي ينبغي أن نركز عليها في هذا المجال، ناهيك عن تحلية ماء البحر، لأنه الآن أصبح هو البديل خصوصا على المستوى الفلاحي في بعض المناطق كمناطق سوس وغيرها. ونقول هذا الكلام ونحن مقبلون على استحقاق كأس دولية كبرى، نحن سننظم مثلا كأس الكاف، مقبلون على تنظيم المونديال، وهذه التغيرات المناخية أو الاختلالات بشكل أصح نرى أنها استحكمت. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة هي آخر سنة في هذه الدوامة، ولكن من الحسن الظن ولا بد من حسن التدبير في هذا المجال حتى لا نفاجأ مفاجأة غير سارة. لذلك فأولا قضية الربط بين الأحواض المائية، هذا ورش وطني كبير يعني يفرضه واقع أن هناك بعض الأحواض التي لها وضع مريح كحوض اللوكوس مثلا في شمال المملكة، بمعنى أن هذا الحوض لا يعاني عمليا باستثناء السد الخطابي في الحسيمة كاستثناءات قليلة، ولكنه مرتاح يعني الوضعية مريحة نوعا ما، على عكس أحواض أخرى التي تعاني، وهذه المعاناة تنعكس أولا على العالم الفلاحي، تنعكس على الهجرة نحو المدن، تنتج ظواهر اجتماعية واقتصادية مقلقة. وبالتالي فقضية الترشيد، قضية الربط بين الأحواض هي مهمة. ثم قضية إنجاز السدود في أماكن معينة لها أولويتها، بمعنى على أنه هذه المناطق التي نسبة يعني التساقطات فيها مرتفعة يجب أن تكون جميع الأحواض فيها أو جميع المناطق كلها سدود، بمعنى بكل أنواعها، سدود تلية يعني سدود المنع، سدود يعني التقليدية إلى غير ذلك من الأشياء. ثم وهذه النقطة غاية في الأهمية، السدود الموجودة لابد أن نحافظ عليها، لأنه السد مثل الكائن البشري له عمر افتراضي، وبالتالي المحيط حوض السد إذا ما أحسن تدبيره هذا المجال من حيث نوعية الأنشطة التي تكون في هذا الحوض إلى غير ذلك، فنحن سنطيل من عمر السد وكذلك سنحافظ على الحقيبة، وإلا فإن هذا السد يموت يعني يحتضر تحت سمعنا وبصرنا. فهذه المعطيات كلها إضافة إلى الوعي مهم ثم جدا. الوعي وأحيي هذه المبادرة من جانبكم، ثم كذلك البحث العلمي، نحن عندنا مراكز بحث علمي جامعي على أعلى مستوى، لابد أن نستمع، والمثال في الأمم المتحدة في مؤتمر الكوب إلى غير ذلك، فمجموعة الجيك اللي هي مجموعة خبراء دولية في هذا المجال، ما تكتبه وما تصدره يعتبر الآن ورقة طريق وأن دوكيمون دو ترافاي، بحيث على أنه البحث العلمي عندنا لابد وأن يؤخذ بعين الاعتبار من طرف السلطات الحكومية في هذا المجال. أفردنا حيزا مهما ضيوفي الكرام، وتحدثنا طبعا عن الماء وأهمية الماء في موسم فلاحي جيد فيه محاصيل كافية ومحاصيل طبعا هناك الكثير من الهواجس، هاجس الأمن المائي، هاجس الأمن الغذائي. سأواصل ربما ما تبقى من زمن هذه الاستضافة بالحديث عن الأمور الأخرى. الماء مهم جدا، التساقطات المطرية، كل التدابير التي تصب في منطق ترشيد هذه المياه وحسن استعمالها وحسن استثمارها في المحاصيل. أعود لك دكتور عبد العزيز الرماني، طبعا نحن على أبواب المصادقة على موازنة 2024، وهي فيها توقعات تهم هذا المجال الفلاحي وتهم حصيلة هذا المجال، وطبعا ما سيمكن أن تحققه الفلاحة من أرقام ومن معطيات إحصائية. هل قلصنا من هامش التعويل في اقتصادنا الوطني على هذا القطاع، أم ما نزال نعول عليه، ما نزال نضع التوقعات ونحن نأمل في أن يكون الموسم الفلاحي جيدا من حيث المحاصيل والمردودية؟ أولا كحييك على طريقة تقسيم الموضوع لأنها كانت هامة جدا، وأيضا القناة على هذا الاهتمام الكبير اللي شفتوا هذا اليومين بهذا الموضوع. هذا
المهم عندنا ان الامن الغذائي والامن المائي ما عندك ما فر منه، يعني خصو يكون حاضر من الاولويات، وتبقى تعول عليه بزاف كقطاع باش يغطي لك هذيك، يعني ما يكونش عندك خفاص، يعني يكون عندك اكتفاء، هذا مهم. صعيب باش توصل للاكتفاء كامل، ولكن كامل ولكن الاكتفاء الجزئي. الان كنشوفوا ان المغرب، وهذا الشيء راه شفناه فاش كنا معك في التحليل الخطاب، عينوا على المغرب وعينوا على افريقيا، وراها السي بن عبو تكلم على كيفاش كيوضع المغرب خبراته في الاستمطار للدول الافريقيه من طبيعه الحال، وايضا الوسائل اللي عنده. ولكن لما كتجي كما قال السي الحسين على سد المسيره، كتلقى باللي راه واحد، هذا واحد يعني رقم، زيد عليها الاوحال زيد عليها العين، كتلقى الامور انها وصلت. اذا الان ما عندكش خيار باش يكون عندك فلاحه جيده، غداء جيد، الا المسيره ديالك تستمر في مجال التطوير. مازال عندك ما تطور في المجال ديال الزراعه ديالك، مازال عندك ما تزيد في كذا. نعم طورتي بالمخطط الاخضر، نعم طورتي بسياسه السدود، وطورتي بهذه السياسات والاوراس الجديده، يا محطات التحليه المتنقله، يا محطات التحليه الكبرى، يا هذا التحويل ديال بعض من منطقه الى منطقه. المغرب عنده منطقه ديال الغرب الان بوضعيه لا باس بها، والفوق يعني جهه الشمال، ولكن الوضعيه الجنوبيه في وضعيه صعبه جدا، كنتكلم على الرحامنا وقلعه السرغنه والحوز وشويه جهه بقاله، منطقه صعبه جدا، وهبط حتى المناطق الاخرى ديال الازيلال وحتى شويه الجنوب. اذا لابد من الاهتمام حتى يبقى هذا، ما خصناش نطلقوا من القطار، يبقى قاطره. نعم طورنا صناعتنا، وهذا الشيء اللي كتقصدي على لاله ايمان، طورنا صناعتنا، طورنا صادراتنا، حتى في المجال الفلاحي طورناها، ما كناش كنصوروها بهذا الشكل، ولكن مازال الاجتهادات في المجال البحث العلمي خصها تمشي بواحد الشكل كبير بزاف باش يكون عندنا المادي. مازال الدعم للفلاح يجب ان يستمر بشكل قوي وجيد. عشرات المليار اللي خصص جلاله الملك ديال الدرهم مهمه جدا، فيها 5 على 4 على 1، واحد بخصوص السيوله، الباقي بخصوص الغطاء النباتي والزراعه، الباقي بخصوص من طبيعه الحال الكسيبه الماشيه، يعني العلف الدعم وغير ذلك. ايضا تطوير كفاءه الفلاح، لا في التعامل مع الماء ولا في التعامل مع الارض ولا في التكوين ولا الان الحمد لله راه ماشي مغرب اليوم، هو مغرب الامس رغم الازمه، ولكن تصور يكون مغرب الامس استمر على نفس الطريق، كيفاش غنكونوا الان؟ غنكونوا في وضعيه صعبه. الان كاينه المقاوله الفلاحيه ديال الشباب، نعم كاينه في الباديه وكاينه في بعض الجوانب ديال بعض المناطق اللي حاضره، كاين فلاحه تستمر، كاين صادرات، لكن خصنا نكونوا واعين بالصادرات ديالنا اللي كتبي لنا الماء تصدروا نحبسوا شويه. وهذا الشيء راه وقع في العام اللي فات صراحه، تبدل الجهد بسرعه والتدخلات بسرعه، خصنا نبدلوا الزراعات ديالنا على مدى 5 سنين 6 سنين 7 سنين الجايه، ونكونوا واجدين. خصنا نستمروا في الاوراش الملكيه اللي هي مهمه، اللي هي راه تكلمتي عليها وعطيتي عليها التفاصيل الكبرى، خصنا نزيدوا في الوعي الفلاحي. ولكن اللي مهم اللي مازال شويه خصو يتحرك اكثر هو البحث الزراعي، هو البحث الفلاحي، واكثر شويه الترشيد. نعم الان المواطن الفلاح راه عنده بعض المساطر كتزيروا، بغى العلف كيقولوا له لا خصك تسجل مثلا سجل اجتماعي ولا غير ذلك، ولكن خص الوعي يكون عنده باش يفهم ما معنى هذا المشروع، ما معنى تضامن، ما معنى كذا. الفلاح يكون مشارك للبلد في استثماراته. نعم القانون المالي الان كيتوقع 75 مليون وهذا توقعي، لان اللي جات السنه ماطره ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي بما يكفي من الخيرات، راه تقدر توصلك كما وصلنا ل 115 مليون قنطار. العام اللي فات كنا في 50، ولكن نتمناو ان شاء الله الخير، انما تضافوا الجهود. اللي بغيت نختم به المداخله ديالي الان معك هو الا كنا كنبذلوا جهد واحد خصنا نضربوه في 3 4 باش يمكن لينا نكونوا في مستوى جميل ديال المرحله المقبله بتحدياتها. عندنا الطاقه، عندنا تجديد الطاقه، عندنا التنقيب، عندنا مشاريع كبرى، خصنا نكونوا الان كلنا في مستواها، ولكن نوصلوا عند الفلاح لاله ايمان ونفهموه المرحله فين غاديه باش يكون معنا ان شاء الله. طبعا لا يمكن ان نجني الثمار المرجوه دون ان ينخرط الفلاح ودون ان نشرك الفلاح في القرار. أولا أن نستمع على أن نشركه في القرار، أن نحمله المسؤولية وأن نواكبه ونرعاه. سأواصل معك أستاذ بن عبو قبل أن أختم مع الأستاذ الحسيني. عمليا يعني ما هي
أهم فترة في الموسم الفلاحي، حتى ربما نتوجه بالدعاء للعلي القدير أن تسقط الأمطار. ما هي أهم فترة بالنسبة لموسم فلاحي نرجوه جيدا، وماذا عن وتيرة سقوط هذه الأمطار أستاذ بن عبو؟ باختصار لو سمحت لأن الوقت داهم. باختصار صحيح، لأن اللي كنتكلموا على الموسم الفلاحي يبدأ في شهر أكتوبر ينتهي في ماي أبريل على حسب المناطق الفلاحية في المغرب. نتكلم عن يعني عن موسم فلاحي عادي، يعني بالنسبة للمواسم الفلاحية الأخرى بعض المرات كيبدا في شهر ديسمبر وكيقدر السنة في شهر مارس بحال اللي شفنا السنة الماضية، كانت هناك حرارة مفرطة في شهر أبريل عجلت معاملية ديال الحصاد وكانت يعني المردود أقل، وبالتالي كنتكلموا اليوم ماشي الأهم أنها تكون أمطار في أكتوبر والسنة تكون في ديسمبر والسنة، لكن ذلك الأهم هو الانتظام ديالها على طول الموسم الفلاحي تكون أمطار معتدلة حتى أنها تكون تدخل ديال الفلاحين في الأراضي ديالهم من أجل الاعتناء بالنوعية ديال النباتات أو النوعية ديال الأشجار في الوقت ديالها، تدخل بالأدوية، تدخل كذلك المعالجة من أجل يعني ابتغاء واحد الهدف معين، هو يكون عندنا منتوج اللي هو يحقق الأمن الغذائي ديالنا، منتوج اللي هو موفر فيه جميع شروط السلامة والصحة للمواطن. وبالتالي يمكن نتكلموا على انتظام هذه الأمطار على طول السنة، لأن هذا هو الأسف اللي ولينا كنشوفوا ثلاث سنوات الماضية بسبب التغيرات المناخية، ولا عندنا فصل أو فصلين فقط اللي كنعيشوا على إيقاعهم هذه الحالات المطيرة اللي هي شادة، على أساس ذلك كنعيشوا على إيقاع ديال الحرارة المنخفضة اللي كتكون عامة على طيلة السنة، وهي كتأثر بشكل كبير على يعني الموسم الفلاحي. شفنا يعني الحرارة ديال شهر أبريل كيفاش كانت تأثير ديالها بواحد الشكل جد مؤثر على مجموعة الأشجار المثمرة الحوامض أو البواكر أو حتى بالنسبة للزيتون ديال السنة. شفنا يعني كان هناك حرارة مفرطة، كانت هناك مواسم غير استثنائية اللي أثرت بواحد الشكل كبير، وبالتالي الأمطار اليوم اللي كنطلبوها من الله سبحانه وتعالى أنها تكون أمطار ديال الخير معتدلة، تقدر تكون قوية في مناطق اللي كتعرف إجهاد مائي، ولكن تكون هناك سدود كما قال السي الحسيني اللي تقدر تعترض لهذه المياه وتكون يعني السبيل الوحيد أننا ممكن نحقوا بها الأمن الغذائي. والمغرب كما قال السي الرماني أنه إحنا ما واقفينش، يعني نستغل جميع الإمكانيات استراتيجيا. اليوم نتكلم عن تحلية مياه البحر، نتكلم عن معالجة المياه العادمة على أساس الترشيد هو الأساس، يعني يمكن نتكلم عن الحكامة في هذا المجال، لأن اليوم كيفما كانت الآلية ديالنا كيفما كانت مشاريعنا التنموية كيفما وفرنا هذه البنية التحتية بتنوعها وبغناها، إذا ما كانت هناك حكامة رشيدة لاستعمال هذه المياه للمادة الحيوية سيكون من الصعب جدا أن نواكب هذه التغيرات المناخية بالشدة ديالها والتطرف ديالها. طبعا كانت هناك عناوين كبرى ربما للتدخل وللمواكبة حتى نحصد الثمار المنشودة. سأنهي معك أستاذ الحسيني، تحدثنا على الترشيد، تحدثنا أيضا على أهمية البحث العلمي على مواكبة وتأهيل الفلاح، على محاربة الهدر، أيضا على الحكامة. المغرب انطلق في عدد من المشاريع المرتبطة بالماء وأيضا بالمجال الفلاحي، وعندنا خطة وعندنا استراتيجيات في كل التفاصيل. عمليا متى سنجني؟ متى سنحصد ما زرعناه؟ متى سيبدو لنا يعني جليا كل ما بذل من جهود طيلة هذه السنوات، ونكون أمام قطاع فلاحي منتج وفيه المردودية ويضمن لنا أمنا غذائيا دون هذا الارتهان ودون هذا القلق الوجودي وهذا الارتباط بسقوط المطر؟ قطعا سنتمكن من ذلك بكل تأكيد في الوقت الذي نحسن فيه تنزيل ما خططنا له. نحن الآن نتحدث عن مخطط وطني للتزود بالماء الشرب وماء السقي من 2027 الذي رصدت له 143 مليار درهم، يتم تحيين هذا المخطط وتطعيمه كل سنة. السنة الماضية ضفنا الميزانية في الشهر ماي بعد الاجتماعات التي شهدها الديوان الملكي 5 مليار، ثم بعد ذلك مليار ونص من أجل أنه تعديل المسار في الاتجاه الصحيح. هذا التعديل يجب أن يشمل كذلك مستوى التنزيل أيضا، ولكن من وجهة نظر أخرى، أكرر مرة أخرى، من حيث النتائج العلمية التي نصل إليها، من حيث الأخطاء التي يمكن أن نكون قد وقعنا فيها.
في هذا الصدد حتى أقرب المعنى من الذهن، نحن نتحدث أنه من بين التحديات والبدائل الكبرى هي تحلية ماء البحر أو ديسالينيزاسيون، أي إزالة الملوحة من ماء البحر. هذه التقنية هي لازالت تقنية مكلفة، لأننا نتحدث عن 16 درهم متر مكعب، وهو ثمن لازال إلى حد الآن مرتفعا. هذه التقنية لكي ننجح فيها لابد أن نفكر في الطاقة المستعملة في ذلك، والحل الوحيد حتى نستفيد من هذه التقنية هو الاعتماد على استعمال النيتروجين الأخضر، بمعنى أن نلجأ إلى الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة في هذا المجال. وعلى ذكر الطاقات المتجددة، مجال الماء أو ورش الماء لا يمكن أن يستقيم إلا بأن نكون ونحن نشتغل فيه لنا عين فاحصة على مستوى الطاقات النظيفة والمتجددة التي يلي نعم. لها المغرب بقيادة صاحب الجلالة اهتماما كبيرا. نقول هذا الكلام ونحن مقبلون في 3 ديسمبر القادم على افتتاح مؤتمر الأطراف 28 في دبي، وهو سيكون مؤتمرا استثنائيا بكل المقاييس في سلسلة هذه المؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، لأنه سيخصص فيه يوم كامل للجانب الصحي، بمعنى انعكاسات يعني الاحتباس الحراري على الجانب الصحي. وعندما نتحدث عن الجانب الصحي إنما نتحدث عن الماء، لأنه لا توجد صحة بدون ماء. وبالتالي المغرب هو الدولة الوحيدة التي عقدت دورتين لمؤتمر الأطراف ولها تجربة كبيرة وحضوره متميز. يجب أن لا نبقى في وضعية الذي يسير بسرعتين. نحن عندنا تقدم كبير على مستوى البحث العلمي والتقنيات وبعض المؤسسات الوطنية، ولكن على صعيد القاعدة العامة، على صعيد الفلاح العادي، على صعيد يعني المناطق النائية والعالم القروي، لا بد وأن نركز على هذا المجال، خصوصا توفير الماء في العالم القروي، لأن هذه المسألة لا غنى عنها ولا يمكن أن نتقدم إذا لم نأخذها من الاعتبار، حتى نحقق ما أشرت إليه أستاذ إيمان، أنه يجب أن يأتي الوقت الذي نكون على بينة فيه مما سينتج وما ينبغي عمله بالضبط وبالتأكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية. أشكر ضيفي الأستاذ محمد بن عبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة. شكري موصول كذلك للأستاذ عبد العزيز الرماني، المحلل الاقتصادي والخبير في الاقتصاد الاجتماعي. أشكر لكم مشاهدينا طيب المتابعة والوفاء لميديا إن تي في. نلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة، في أمان الله.